اذکار بعد نماز فجر صبح کی نماز کے بعد یہ اذکار ضرور کر لیجئے، سماعت فرمائیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ روزانہ 100 بار پڑھیں۔ استغفر اللہ الذی، استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه۔ روزانہ 200 بار پڑھیں۔ اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي، اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم، وآله وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم۔ روزانہ 300 بار پڑھیں۔ ایک دفعہ دوبارہ سماعت فرما لیجئے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم۔ روزانہ 100 بار پڑھیں۔ استغفر الله الذي، استغفر الله الذي لا الحي القيوم وأتوب إليه، لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه۔ روزانہ 200 بار پڑھیں۔ اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي، اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي،
وآلي وبارك وسلم وآله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم روزانہ 300 بار پڑھیں، ایک دفعہ دوبارہ سماعت فرما لیجئے.